هدول اواعي واواعي اخوك، اغسلي يوم طريقك وشدي ايدك على الابيض شوي. لا ما حذرتي يا ست الحسن والدلال، بعدين شو شايفتيني خدامه عندك لاخدمك واغسل غسيلاتك وغسيلات جوزي؟ وانتي قاعده مرتاحه وما عم تعملي شيء؟ شو بك انبحتي علي هالبحته؟ شو صار لك؟ لانك انتي وحده ما بتستحي وما بتخجلي على حالك. طب لسانك وعرفي حالك مع مين عم تحكي. انا بعرف حالي مع مين عم بحكي، شكلك انتي يلي نسيانه انا بكون اخت مين؟ إيه لا ما نسيت حبيبتي، اخوكي بيكون عقيد الحاره وخادم ابي المختار. عيب عليكي تحكي هالحكي على جوزك يا بنتي؟ وليش ما تقولي لبنتك انه عيب عليها تحكي معي بهالطريقه يا مرت عمي؟ لك يا صفيه انتي بهون عليكي انه بنت حماكي تغسل لك اواعيكي واواعي جوزك؟ شوفي يا اذا غسلتهم وخدمتني. لك فجرتي خدمك، انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقه، سمعتي؟ ولا انا بسمح لك، بدي فكري حالك. لك خالك بدي اسو. لك خلص خلص انتي وياها، والله العظيم عيب عليكم اللي عم تعملوه. والله لا اقول لابي شو عملتوا فيني، وخليه يعرفكم انتو مين ونحنا مين. هي روحي تضربي انتي وابوكي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على هالنهار. صفيه. نعم. شو لوين رايحه يا بنتي؟ على بيت اهلي اللي تدللت ونعزيت فيه وتركت لكم هالمزبله تعيشوا فيها لحالكم. بس انتي مربايه، عيب عليكي تحكي هالحكي. والله عيب على اللي بيعمل العيب مرت عمي. يا بنتي الله يرضى عليكي، ما بيصير تطلعي من البيت بدون ما تاخدي اذن جوزي. لا انتو خدوا اذنه وخدموه، انا ماني مضطره بنوب بنوب عن اذنك. صفيه ارجعي لك بنتي الله يرضى عليكي. بنت شوقها راحت والله. شو بدنا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عجبك هيك يعني؟ دربي صد ما يرد. يعني انتي ما كنتي بتقدري تسكتي شوي وتطنشي؟ يا مو انا ما عاد فيني اتحملها منوب منوب. بس يا بنتي الله يرضى عليكي ما بيصير هيك. كيف ما بيصير؟ كيف بدنا نتحملها هي؟ من يوم يوم ما بده مين يخدمها، لك حتى جوزها ما بتخدمه، زودتها بقى. ايه بس نحنا ما بدنا اخوك يزعل مننا. وقت اللي بنحكي له شو صار وشو عملت ما رح يزعل مننا. يا لطيف منك انتي، يا لطيف منك. الله يمرق هالقصة على خير. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا ابو. الله يعافي قلبك يا ابو. أنا طالع على غرفتي ارتاح شوي، وين صفية؟ إيه صفية ضبت أغراضها وراحت لبيت أهلها. شو؟ ليه شو في؟ إيه أخي أنا رح أحكي لك شو صار هذا. أنت اسكتي. احكي يا مو احكي. هذا يا مو يا ابي انا الاولى انك تكلفني بالشغلات اللي كلفت فيها العقيد، مو تكلفه له. وطي صوتك يا ابا، وطي صوتك قدامي. منو انا اللي وطي الاولاد؟ علمني شغلي. شو علمني شغلي؟ اعوذ بالله يا ابي ما كان هيك قصدي. بس شو قصدك لك يا ابي؟ بصراحه انت بتفضل العقيد علي وكانه هو ابنك مو انا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على اللعين. لك ابي العقيد فتح وبيعرف شو بده يساوي وبيفهم. انت ناقصك فت خبز لسه، عم تفهم؟ طب يا ابي جربني جربني وحياه شواربك على الغالي اني احسن منه. ماشي يا ابي رح جربك بشغله كثير مهمه، واذا طلعت فيها راس رح ساويك ايد اليمين وحياه شواربك. الله يديم عزك يا ابي، الله يخلي لنا اياك. الله يرضى عليك. وصدقني يا ابني هذا كل شيء صار. ساده يا مو ساده. والله يا اخي انا لو حكيت معي مثل العالم والناس لحتى كنت غسلت لكم غسيلاتكم وما حكيت ولا حرف. لكن هي بدها تعملني انا خدامه عندها؟ هذيك المره تخيل قالت تطلب مني فوت ونظف لكم غرفتكم، بصير هالحكي اخي بصير؟ شيه ليش ما هي بتنظف؟ قال هي شايفه حالها بنت المختار يا بعدي. اسكتي انت اسكتي، حاجه تزوديها بقى. خليها تحكي يا مو، خليها تحكي. احكي سعديه. يا مو نحنا ما بدنا نحكي لك مشان ما ننزع لك عيشتك معها، وما بدنا نوجع لك راسك بهالقصص اللي بلا طعمه. ايه بس هي كثير زودتها، يعني لازم نحطها عند حدها. لك اسكتي، ما قلت لك اسكتي. خير يا مو خير. قوم يا مو روح لعندها وطيب خاطرها بكلمتين ورجعها على بيتها، الله يرضى عليك. امرك يا مو امرك. السلام عليكم. عليكم السلام. قولي على قامتك كله منك. لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة.
القصة كانت صغيرة كثير وما بنحكى فيها، بس بنتك كبرتها وراحت لعندكم على البيت. اختي ما بتطلع من البيت اذا ما كان الموضوع كبير او سمعانة كلام ما بينسمع. امي واختي ما بيحكوا كلام ما بينسمع. ما في قطة بيهرب من العرس. بس يا رجدي، بس الله يرضى عليك. روح عمي روح، انا بشوف له القصة وان شاء الله بصير خير. ان شاء الله مختار. الله معك. السلام عليكم. يسهر وعلى السلامة. بتنطنط على البيت الله يرضى عليك، وتفهم لي من اختك شو القصة وترجع. امرك يا ابي. روح. لا حول ولا قوة الا بالله. شو وقت؟ ان شاء الله ابوها يطلع بايده يحل هالمشكلة. الهي يا امو، شو بنستفيد اذا رجعت على البيت واهلها مو معلمينها تحترم جوزها وبيت حماها؟ لك اسكتي انتي، اسكتي، لا تسمعيني صوتك بنوب، حاجة تكبي الزيت على النار. يا امو سعدية معها حق. اساسا امالي رضيعه طلعتها من البيت بدون ما تاخذ اذني. معلش لك ابني، شو عليه؟ وينك يا عقيد؟ ابصر مين اجانا كمان؟ يلي عامل حالك عقيد؟ نسبك الملعط ما عاد بدنا اياه ولا بيناسبنا. طب لسانك ولا؟ انت اللي بتضب لسانك وروح عرف حالك مع مين عايش. رجدي ها مو فهم اللي عندك انه الدنيا كلها بكفه واختي بكفه، واللي بده يبهدلها لسه امه مع ولدته. ما حدا بهدله وما حدا مد ايده عليها. كذاب انت وامك واختك كلكم كذابين. لك روح من وشي احسن ما ابتلي فيك. ولا لا غلط بضاي، غلط وابتلي غلط وشوف شو حيصير. نحن سمعنا كل شيء يا مو. لا تصدقون اخي، نحن لا ضربناها ولا بهدلناها. كل يلي قلت لها انا ما لي خدامه عندك. معلوم ما لي خدامه، وما بسمع لحدا انه يتعامل معك على اني خدامه. وانا مثل ما ربيتك ربيت اختك، ويلي صار حكينا لك يا مثل ما صار، وما كذبنا عليك بحرف واحد. سادة يا مو سادة. وهلا شو رح تعمل يا مو؟ انا رايح مطول. الله يهدي بالك يا رب. ويبعث لك حمى يا صفية. وانت يبعث لك قتلك. مختار، ابنك اجى لعندي على البيت وتهجم علي وانا سكتت له مشان شيء، مشان كرامتك انت. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ابني تهجم علي؟ مثل ما سمعت، بنتك عم تكذب على لسان امي واختي وعم تفتري عليهم، وانا ما بسمح بهذا الشيء. مو لو كانت بنتك، والله لو كانت بنت السلطان او بنت الوالي، ما بسمح لحدا يطول لسانه على امي. ماشي، طول بالك لشوف البنت وفهم منها شو القصة. ما دام رح تشوف بنتك، وصل لها هي الرسالة. بنتك طالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ طلقتها. شو عم تقول؟ والله حرام تطلق يا أخي. لا مو حرام، وحدة مو مرباية ببيت أهلها بتستاهل إنه تتطلق. لك ابني، أنت كان فيك تحل المشكلة بكلمتين وتنبهها على أخطائها مشان ما تعيدها، بس مو تروح تطلقها دغري. لا يا مو، المخلوقة ما صار ببيتي ست شهور عم تعمل هيك، كيف إذا أكثر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طلع يا بضاي. يا عقيد الحارة، طلع! طلع! وهي طلع، شو بدك تساوي؟ والله لا احسب الله ما خلقك يا ولد. لا شكلك انت بتحب تنزل لانك ما فهمت من اول مره. يا اهلا وسهلا. اهلا فيك. يي كيفك طروقه؟ الحمد لله. الله يحمي. الله يسلمك. وينك انت ما عاد بينتي؟ والله عطول بدي زورك، بس مرت اخوك دائما صوتها طالع. شفتي شفتي شو عملت فينا؟ يي قالوا بالاخير طلعت انا السبب اني طلقتها. يي الله لا يوفقها. اشرب اشرب. هيك لكان. ماشي يا بي، انت روح ارتاح وانا بشوف شغلي معه. ماني رايح، ماني رايح قبل ما اخذ حقي منه. لك قلت لك روح انا بشوف شغلي معه. امرك يا بي، بس وحيات شواربك لزله زل الكلاب. وصلت معك لهون يا شاب، انا فرجي. الله يصلحك يا ابني، يا ريتك قلعته وما ضربته. ما تحملت يا ابو، ما تحملت. الله يستر ما يصير مشاكل من قفا هالمقاتل اللي عملتها. ومين هاد كمان؟
خير. مرحبا عقيد. اهلين زباشي. شرف معنا على الكراكون. خير ان شاء الله. هنيك بتعرف. لحظة لأعطي خبر للحريم. يا مو أنا رايح شوي على الكراكون وراجع ما بطول. خدو دير بالك. بمشي لحالي. تفضل. هذا اللي كنت خايفة منه، هذا اللي كنت خايفة منه. الله لا يوفقك يا صفية ولا يوفق أبوك ولا أخوك معك. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك تحمي لي أبي وترجع لي إياه بالسلامة يا رب. طولي بالك يا مو. آمين. ولك إيمي إيدك هيك كله من تحت راسك أنت. يا رب يا ربي دخيلك. شبيك ليه عم تدقي هيك؟ بعدي هيك من وشي. انبسطتي؟ سويتي اللي براسك أنت وياها وخربتوا بيتي وارتحتوا؟ لا 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 تغلطي يا صفية، نحن ما خربنا لك بيتك ومو ممكن نعمل هيك شيء. جوزي ما طلقني إلا من تحت راسك أنت وياها. ولك ابني ما طلقك إلا من تحت راس لسانك الطويل وراسك الكبير. أنا شو عملت له لحتى يطلقني ويضربه لأخي؟ ولك مصيبة مصيبة إذا كنتي مالك عم تحسي بغلطك مصيبة. النار انفتحت من عندكم وما رح تخلص إلا بالدم. روحي من هون يا صفية، روحي واخذي الشيطان الله يرضى عليكي. إيه بتشوفوا. ولك درب اللي تسد وما ترد إن شاء الله. يبعت لك حمى يا صفية. أنت متهم بضرب رجلي. أنا كنت عم دافع عن حالي، هو تهجم علي مرتين وسحب علي الخنجر. كان فيك تستوعبه وتهديه؟ شلون؟ شلون بدي هديه وهو ساعد خنجر علي وبده يسلخني فيه؟ شلون؟ والله يا عقيد بدك تضل تحبسوني لما انا بكون عامل شيء، لما بيكون الحق علي، مو انا وعم دافع عن حالي وكل الحارة شهود على هذا الحكي. اصبح بدنا نشوف المختار وابنه لحتى يتنازلوا عنه. اذا تنازلوا ولا ما تنازلوا بتلاقيني بالبيت. ما بيصير. شو بيصير اذا انا طلقت اخته؟ اللي شو بيصير؟ ما بيصير. خليك تروح، بس انا بوثق فيك اذا بتوعدني ما تطلع من الحارة. أنا مالي هربان، تلاقيني ببيتي، بس بدك ياني تعرف وين أنا. السلام عليكم. ماشي فيك تروح عقيد. عليك السلام ورحمة الله. يا مو. السلام عليكم. عليكم السلام. كأني شفت صفية بالحارة عنا هون. ايه أخي كانت عنا وصارت تبهدلنا وتخانقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القصة كبرت كتير وما لها غير حل واحد. وشو هو هالحل يا مو؟ إني رجع صفية. إيه؟ شو عليه؟ رجعها يا ابني رجعها الله يرضى عليك. إيه أخي رجعها وإلك علي نظف لك تيابك وغرفتك وحتى بغسلها تيابها، المهم أنت تكون بخير وما تنأذى. ما بترجع غير بشروطي، وشرطي الوحيد إنه تحط إيدها بإيدكم بهذا البيت. حقك يا ابني حقك. ان شاء الله خير يا ابو، ان شاء الله خير بالاذن. الله يرضى عليك الهي. انبسطتي ست سعديه؟ رح تخربي بيت اخوك؟ بتضلي بتحري وراها للمخلوقه لحتى طفشتيها من البيت؟ قومي انقلعي من وشي. على فكره هي اللي بلشت. ايه يلا ردي حري مره جديده. الله يحل عسيره الهي. السلام عليكم. لك لك حيل تجي لهون بعد كل شيء سويته؟ هلا ولا بعدين بدنا نتواجه مختار؟ لك اللي عملته معنا كثير كبير. مختار انا يمكن اكون غلطان وقت طلقت بنتك، بس الشيء اللي عملته مع ابنك مالي غلطان فيه. لا غلطان. يا مختار انت كبيرنا بمقام والدي الله يرحمه. طيب ايش الله يرحمه. شو بدك؟ بدي رجع مرتي. واللي عملته مع ابني؟ منعمل له سهرة وصلحة ومنبوسه من راسه قدام الناس. بصير خير إن شاء الله، بصير خير. شو بفهم من كلامك مختار؟ بدي أزونا براسي دوزنا لشوف شو بصير معي، وبدي استشير البنت بركي مرضانة ترجع لك. وصول. طول بالك أخي إن شاء الله بتنشل إيده. شوف يا ابني يا شهاب، هي القصة ما عاد ينسكت عليها منوب. لا تاكلي يا عم يا مو، بدنا حل ان شاء الله.
لك شو بتنحل؟ وبركي عادها، يعني شو بنساوي؟ ما بظن، وإذا عاد الله الحامي. لا إله إلا الله. عقلي أنا رايح لعند أبوه هلا لنحل القصة. الله ينصرك ويرضى عليك إلهي ويوفقك. آمين. شايفة شو عم يصير فينا من وراكي؟ قومي روحي من وشي، قومي. حقك علينا عقيد، حقك علينا. مختار ابنك ابو ضاي، بس عقلاته صغار، لو كان مهدي من الاول ما كنا وصلنا لهون. حصل خير، حصل خير. اهدى اهدى، الله يرضى عليك، اهدى وانسى. كله خير، المهم بتخليه يبعد عني ويلتزم حدوده. صار عقيد، صار. بدك شيء؟ بدي سلامتك. السلام عليكم حبيب قلبي، الله يرضى عليك. معلوم يا ابني، معلوم لازم ترجعها. انت ما بيصير تضل هيك عايش لحالك والبنت مطلقه وقاعده ببيت اهلها. بعدين ما تنسى هدول جيراننا ومن كل حياتنا الوش بالوش، واذا مثل ما اتفقت انت وابوها رح يرجع لك اياها ويجيبها لعندك، الله يرضى عليك رجعها يا ابني. ان شاء الله خير يا امو، ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا رب، يا الله يهدي البال. امين آمين. ها شكله هذا عمي. يلا قوم افتح يا مو، قوم. يلا الله يوفقك يا ابني الهي. اهلا وسهلا فيك شيخنا، نورتنا. اهلا وسهلا فيك يا عقيد. يا ميت اهلين وسهلين بشيخنا، والله نورت. وياك يا مختار. شيخنا حكيت انا والعقيد بدنا نرد له مرته. على بركة الله. يا رب ونعم بالله. نسمع الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين آمين. يا مو يوميت أهلين وسهلين بمرت ابني صفية، لك نورتي بيتك ومطرحك. يا ميت أهلا وسهلا. أهلين. أهلا وسهلا صفية. أهلين سعدية. يا مسعدية امشي لنحضر الغداء لأخوكي ومرت أخوكي. يا ميت أهلا وسهلا، تقبريني. يلا تعالي. ليك شاب، أنا إذا سايرتك قدام أبي وإجيت معك مو معناتها أني موافقة. بدك تلاقي لي بيت غير بيت أهلك. ليش؟ مع أمك وأختك أنا مالي عيشة. استغفر الله العلي العظيم، رجعنا لنفس الكوانة. اللي عندي حكيته. رح وصلك على قهوة يا أبي. الله يرضى عليك. إيه والله بدك فنجان قهوة وعلى رواق. هلا يلا وجه يا عيل علي. شوفي يا مشهاب، ليش راحت مرتك؟ هل كنت تخانقوا؟ قال بدها ياني أخذ لبيت لحالها، وأنا ميت مرة ما بتفرض علي هذا الشيء. لوين رايح يا مو؟ رايح للقصة مع أبوها. الله ينصرك عليهم إلهي. شو هالجوازة هاي؟ وآخرتها يعني؟ يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقني أنا حاولت معها بس بنتك ما بدها، لسه ما لحقت ترجع على الباب، بدها تكون مع عمي واختي. مختار أنا جاي لعندك مشان أنت تلاقي لنا حل. خلص قول الله، أنت قول الله ولا يهمك. روح. لا إله إلا الله. روح دبارة عندي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو ها؟ لك ليش هيك عم تساوي؟ يا مو شو، لوين رايح يا شهاب؟ رايح جيب صفية، بس وحياة عينك ما بيصير غير اللي بدك اياه. هيك ها، الله يرضى عليك، لا تقسى عليها، هي مرتك. بأمر عيونك يا مو، دعي لنا. الله يرضى عليك ويوفقك. عليكم السلام، تقبرني. الله معك، الله يوفقه إلهي ويرضى عليه ويسر له أمره يا رب ويصلح الأحوال. صفية، أول شيء نورتي بيتك ومطرحك، تاني شيء أنا لو ما بدي إياكي لو اجتمعت الحارة كلياتها لرجعك ما كنت برجعك. صفية، إذا القصص حسب ونسب ومال فنحن أولاد حسب ونسب ومال. كبري عالك يا بنت الحلال وحطي براسك،
انه هذا البيت هو بيتك. امي واختي هن اهلك. ما بدنا مشاكل. انا بحبك. انا بحبك مشان هيك تغاضيت عن كل شيء عملتيه. بتعرفي حالك. بتعرفي حالك غالية كتير على قلبي. الله يرضى عليك يا بنت. انا شاريكي. لا تبيعي. سامحني ابن عمي. سامحتك يا بنت عمي. الله يرضى عليكي.